اتفضل. بقول لحضرتك فندم، انا عايز اعمل مزرعه دواجن، بس انا سالت كتير على الموضوع ده فقالوا لي مفيش ترخيص مزرعه. اتفضل. فانا دلوقتي ايه الاجراءات اللي انا اعملها علشان خاطر ان انا اعمل مزرعه دواجن سواء فراخ او بط؟ تمام، شكرا يا حاج مجد. احنا برضو عشان نكون عارفين، احنا لو اي ارض مستصلحه او ارض صحراويه او ارض صحراوية فورا هنديك تصريح اقامه ونديك تصريح تشغيل. لكن بقى للاسف انتوا عارفين مشكله اعتداء على الارض الزراعيه، وصل حاله فوق المليون حاله اعتداء على الارض الزراعيه، فالناس اعتبرت ان الثروه الحيوانيه ممكن تبقى باب خلفي للاعتداء على الارض الزراعيه. يقول انا هعمل مزرعه دواجن وبعد يومين ثلاثه هوب بقى برج مش قادرين ونهدوا الكلام ده كله. فاحنا الاراضي الدلتا ما بنديش تصريح اقامه، ودي واضحه خالص لمشاريع جديده الثروه الحيوانيه. واحنا عندنا مئات من الفدادين الصحراء، وجاهزين ان احنا نخصص اراضي في الظهير الصحراوي او في الشباب بحيث يقدر تعمل مشروع دواجن في الصحراء او في الاراضي المستصلحه. لكن لو عندك المكان قديم انا ما عنديش مانع اديك ترخيص، بس ادرس